يلا هسه احنا هاي رتبناها الربس مالتنا. اول شيء ربس العفو الفيرتبري مالتنا اخذنا رتبنا الفيرتبري مالتنا. اول شيء يا هو هاي اطلس سي 1 سي 2 يا هو اكسس سي هاي التايبيكال سيرفايكال فيرتبرا اللي هي من سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 هاي 7 هاي اتايبيكال. هسه هاي وهاي وهاي اتايبيكال سيرفايكال فيرتبرا. الثوراسيك راح ناخذ بس التايبيكال منهم اللي هو هذا شنو هو الثوراسيك هسه احنا نعرف ليش وهذا الامبر. خلينا نجي نشوف شنو هذا مواصفات الاطلس وشلون اعرفه انه هو هذا سوبيريور انفيريور انتيريور بوستيريور. زين اول شيء شنو عندنا؟ عندنا هو بي انتيريور ارش وبوستيريور ارش. زين انا شلون عرفت هذا سوبيريور فيو؟ هذا يكون مالتهم يكون مور لونجيتيودينال. شوفها اولا ثانيا فيسينج ابورد باكورد فيسينج ابورد باكورد. زين فاذا هسه هذا شنو هو سوبيريور سيرفيس. نجي على نعرف الانتيريور والبوستيريور. الانتيريور الارت مالته شوفه تكون شلون ستريت وهذا الارت مالته صار سيركولر. اوكي فهاي انتيريور وهذا بوستيريور. زين anterior arch شنو بي anterior tubercle posterior arch شنو بي posterior tubercle وهاي superior articular process or facet وهاي inferior articular facet. بي transverse process بي transverse process بري transverse process شنو عندنا هذا ال foramen transversarium بعد موجودة وين هي موجوده وين موجوده بالترانسفيرس بروسيس فورامين ترانسفيرساريوم انتيرير تيوبركل بوستيرير تيوبركل انتيرير ارش بوستيرير ارش. زين اي كلهم بيهن السيرفايكال ما عدا سي 7 كلها حتى سي 7 لا تخربطنا وقف لحظه. زين هسه عندنا السي 2 اللي هي الاكسس. اوكي الاكسس شلون اعرفه سوبيريور او انفيرير؟ كلش سهل. هذا الدنس اوكي يكون سوبيريال والدنس بنفس الوقت يكون انتيريال. واش حكي فالدنس هسه شنو صار عندي سوبيريالي وانتيريالي. زين الارتكيليشن ويامن ويا الانتيريور بارت اوف ذا شنو اوف ذا سي 1 او الاطلس. اوكي الدنس هاي الابيكس هذا يسمونه الابيكس اوف ذا دنس. زين نجي هاي هم يعني superior articular facet. زين وعندنا هاي inferior articular facet inferior articular facet superior articular facet. بعض الكتب يقولون انه هو باقي ال posterior arch مالته بس احنا من هذا يقولون انه هذا مو arch هذا يسمونه ال pedicle. اوكي وهنا هاي صغيرة هاي اللامنة. اوكي هاي البيديكل وهاي اللامينة. وين هي اللامينة؟ هاي جيد. هاي منا الترانسفيرس بروسيس وبيها فورامي ترانسفيرساريا. اوكي خش هاتش هي سايد دنس. زين فهسا احنا هذا عدنا شوفوا هذا الارتكيليشن مالت من مال الاطلس والاكسس. اوكي نجي على التايبيكال سيرفايكال فيرتبرا. This is the typical cervical vertebra. اوكي زين هاي شلون نعرفه وين الانتيرير وين السوبيرير وانفيرير؟ هذا داونورد باكورد مبين يعني السباين. اوكي وشلون نعرفها سيرفايكال؟ الدليل انه هاي سيرفايكال فور وجود الفورامين ترانسفيرساريوم. كل السيرفايكال بس تشوف فورامين ترانسفيرساريوم فاذا هاي سيرفايكال. هنا شنو صار عندنا؟ ظهر عندنا البودي. هذا البودي زين البودي شنو بي؟ بي سوبيريرات الاف هاي البودي خلصنا واكو هاي ترانسفيرس بروسيس واكو سوبيرير ارتكيولار فاسيت وانفيرير ارتكيولار فاسيت واكو بيديكل ولامنة. اوكي انا يمكن قلبت البوديكل ولامنة اي يلا مو مشكله. هنا عندنا شنو؟ هنا عندنا هذا البودي هاي البيديكل هذا البيديكل مو رافع هذا البيديكل
وهاي اللامنة؟ اي هاي زين. يعني البيديكل الصغيره واللامنة البيديكل الكبيره؟ صغيره واللامنة الكبيره. هسه هذا البودي وهاي الفرامين ترانسفيرس اريم ترانسفيرس بروسيس سوبير ارتيكولار بروسيس. وهنا عندنا شنو؟ السباين ويكون بايفيد. السباين مال التايبيكال سيرفايكال فيرتبرا كل السيرفايكال فيرتبرا يكون بي بايفيد اكسبت ذا 7 سيرفايكال فيرتبرا which we احنا نعرفها 7 سيرفايكال فيرتبرا هذا سباين نوت بايفيد اند ذا بريزنس اوف ذا فورامين ترانسفيرس اريم. هاي دليلنا انه هاي 7 سيرفايكال فيرتبرا. فهاي بودي فورامين ترانسفيرس اريم ترانسفيرس بروسيس سوبيريور ارتيكولار فاسيت انفيريور ارتيكولار فاسيت اوكي. وهذا السوبيريور سيرفيس ان هاي رايحه باكورد وداونورد اوكي. وين الانتيريور وين البوستيريور؟ هذا الانتيريور وهذا البوستيريور بودي انتيريور والسباين بوستيريور زين. هاي السيرفايكال